طلبة، السلام عليكم. I'm Professor Ali Hassan Al-Tamimi and this is a physiological lecture. Physiology of cardiovascular system part 2, conducting system, heart, heartbeat and the conduction of the heart. And هذا موضوع مهم جدا، heartbeat. راح نجاوب على أسئلة من المرشحات، الأسئلة الحضورية، وراح نفتهم الموضوع بصورة جيدة حتى نتعلم ونفتهم بصورة كاملة عن فسلجة القلب والكوندكشن والكونتراكشن of the heart. And the heart need two type of cardiac cells. لابد من وجود two type of cardiac cells. واحدة contractile cells. This is providing pumping action. Second cell of conducting system. And this is generate and separate the action potential. إذا عندنا contractile cells and cell of conduction. واحدة تتخلص contraction والثانية conduction. هذا أساس ب action of the cardiac muscle. فإذا الهارت بيت بهذه الصيغة يتولد. من هذا لازم نعرف اكو فرق بين الكارديك ماسل اند سكيليتال ماسل، فرق واضح بين العضله القلبيه والعضله الهيكليه. من هذه الفروقات المهمه انه الكارديك اكشن بوتنشال هاز لو باتلو فيس بالعضله القلبيه، اند كارديك ماسل هاز لونج سلو تويتش. ثالثا كارديك ماسل هاز لونج ريفراكتوري بيريد. فاذا هذه اهم الفروقات بالكارديك اند سكيليتال ماسل، الكارديك اكشن بوتنشال، الكارديك ماسل لونج سلو تويتش، اند كارديك ماسل هاز لونج ريفراكتايل بيريد. اخر جوهري بين السكيليتال ماسل اند كارديك ماسل التيتانايز. الكارديك ماسل كان نوت تيتانايز، بينما السكيليتال ماسل كود بي. هذا واحده من الفروقات الجوهريه بانه الكارديك ماسل كان نوت بي تيتانايز. اما بالنسبه الى تخطيط القلب نسميه اي سي جي. اي سي جي الانجليزي يسمونه اي سي جي، وباللغه الامريكيه يسمونه اي كي جي، وهو عباره عن ريكوردينج الكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت. فهو يقيس كهربائيه القلب، ويتالف من ثلاثة أشياء رئيسية، three main component، اللي هي الكومبوننت عندنا الموجة نسميها بي ويف، والموجة الأخرى نسميها كيو آر إس كومبلكس، والثالثة نسميها تي ويف. فالبي ويف هي عبارة عن الأتريال ديبولاريزيشن، الأذين ديبولاريزيشن أوف الأذين. الكيو آر إس كومبلكس هو الفنتريكولار ديبولاريزيشن، بينما تي ويف هو الفنتريكل ديبولاريزيشن. وهذا المخطط نشوف الاكشن بوتنشال اوف ذا هارت، نشوف يتالف من ثلاث مناطق، واحده اللي هي رابيد ديبولاريزيشن، اثنين ذا باتلو، ثلاثه الريبولاريزيشن. الرابيد ديبولاريزيشن السبب هو الصوديوم انتري، والديوريشن مالته 3 الى 5 ملي سكند، وينتهي بالكلوجر اوف ذا فولتج ريجوليتد صوديوم شانل. بينما اذا الباتلو بسبب الكالسيوم انتري والديوريشن مالته يعادل 175 ملي سكند. بينما الريبولاريزيشن الكوز مالته هو البوتاسيوم لوس والديوريشن مالته 75 ملي سكند اند وذ كلوجر اوف بوتاسيوم شانلز. فاذا هذه نشوف هذه بالتفصيل على رسمه. الرابيد ديبولاريزيشن اولا، رابيد ديبولاريزيشن، بعدين يتبع هذا الرابيد ديبولاريزيشن يتبع منطقه الباتيلو اللي بسبب الكالسيوم انتري، ومن ثم تجي لك المنطقه الثالثه واللي هي الريبولاريزيشن، والسبب مالته البوتاسيوم لوس والديوريشن مالته مثل ما قلنا 75 ملي سكند. وهذا التصوير نشوف الاكشن بوتنشال بالمسل سيلز، سواء بالسكلتال مسل او سواء بالكاردينج مسل، ونشوف الفرق بيناتهم. هذا هو الاكشن بوتنشال بالسكلتال مسل، وهذا
الاكشن بوتنشال بالكارديك مسل. هذا هو الكارديك مسل، نشوف الاكشن بوتنشال مالته، والسابق هو السكيليتال مسل، ونشوف اكو فرق كبير بين السكيليتال مسل والكارديك مسل بالاكشن بوتنشال وبالكونتراكشن، فرق بين السكيليتال مسل اند كارديك مسل. الان نجي على موضوع الهارت بيت، نبضات القلب والكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. فالكوندكتنج سيستم يعمل على انيشيت اند سبريد الكتريكال امبلس، هو يعمل على انه يخلق ومن ثم ينشر الموجه الكهربائيه بالقلب. وعندنا تو تايب اوف سيلز، عندنا نودل سيلز اللي هي نعتبرها بيس ميكر، هي الفعاله، وريتش ذا ثريشولد فيرست سيت هارت ريت. وعندنا النوع الثاني من الخلايا بالاضافه للبيس ميكر سيلز، عندنا الكوندكتنج سيلز، وهي الخلايا اللي تسوي كوندكتنج ناقله، وظيفتها هي تسوي ديستريبيوشن ستيمولاي تو ذا مايوكارديوم. من صفات الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت، الهارت هو نفسه سيلف اكزايتنج، فالبيس ميكر سيل استابليش هارت ريت، ونورمال بيس ميكر از اس اي نود اللي نسميها ساينو اتريال نود، وبعدين الامبلس سبريد ينتشر فروم اس اي نود اكروس ذا اتريا، عبر من الاس اي نود الى الاذينات كروس ذا اتريا الى الاتريو فنتركل نودز، ثم الى الاي في باندلز اند باندلز برانشز، ثم الى البيركنجز فايبر الى البطينات او الفنتركلز. التصوير المطلوب من عندكم بانه ترسمونه وتسوون دايجرام على الكونتاكتنج سيستم اوف ذا هارت، اسهل الفهم من الشرح. فعندك الاس اي نود ومكانه هذا الاس اي نود، عندك الاي في باندلز، وعندك اضافه الى ذلك عندك الاتريو فنتركل نود. فعندنا الاس اي نود اللي هي ساينو اتريا، عندنا الاتريو فنتركل اللي هي الاي في نود، ثم عندنا الاي في باندلز والباندلز برانشز باندل برانشز اوف هيز، وعندنا البيركنجز فايبرز. فهذه المجموعات كامله هي اللي تسوي لنا كوندكتنج سيستم. فاذا ما هي الكوندكتنج سيستم؟ سؤال بالحضوري، الكوندكتنج سيستم ما هو؟ يجب ان نجاوب. فاذا اذا قلنا describe the conductive system of the heart، ترسم الهارت، بعدين توضح ال SI node، ال atrioventricle، ال AV node، ال AV bundles and bundles branches، وال Purkinje's fibers. فثلاث أشياء مهمة بالconducting system المطلوب إنه تحفظها، بقية الأشياء التفصيلية ما مطلوبة من عندك، بس مطلوب من عندك الconducting system. من هو الconducting system؟ ال SI node، الـ AV node، الـ AV bundles، الـ bundles branch of his and Purkinje's fiber. هذا هو سؤالنا الحضوري على describe the conducting system of the heart. وهذا توضيح آخر على الدايجرام، على الـ SI node، الـ AV node، الـ AV bundles. هذه بس للإطلاع، لإطلاعكم. مثل ما قلنا تخطيط القلب نسميه ECG أو نسميه EKG. ECG باللغة الإنجليزية، باللغة الأمريكية يسمونه EKG. هو عبارة عن Record of Electrical Activity of the Heart، يقيس لك كهربائية القلب، ويتبين ب 3 main components، ثلاث أشياء رئيسية. هي الـ B wave اللي هي عبارة عن الـ Atrial Depolarization، والـ QRS كومبلكس اللي هو عبارة عن الفنتركل ديبولاريزيشن، والتي ويف اللي هي عبارة عن الفنتركل ريبولاريزيشن. وهنا نشوف مريض والأقطاب شادين عليه الاي سي جي، شادين عليه الاي سي جي، وهذا هو تخطيط القلب، وهذه هي الموجة اللي نسميها بي ويف، كيو ار اس والتي ويف. فإذا هذه البي ويف هي الامبلس بريد كروس اتريا الى من الاذينات، وتريجل باي اتريال كونتراكشن. هذا البي ويف، بعدين الكيو ار اس، الكيو ار اس هي الفنتريكل ريتيرن
تو ريستنج ستيت، والتي ويف وبعدين التي ويف وهي الامبلس سبريد تو ذا فينتريكلز تريجرينج فينتريكولار كونتراكشن. مره ثانيه بالتكبير نشوف الاي سي جي او الكتروكارديوغرام، هذا الاي سي جي، الاي سي جي وهذه هي الموجه، هذا البي ويف، هذا كيو ار اس، وهذا التي ويف، وكل وحده لها ماذا تمثل. هذا المريض مشدود عليه الاخطاب الكهربائيه حتى نسوي له تخطيط القلب اللي الاي سي جي. بخصوص الكارديك سايكلز، السايكل القلبي موجوده ب تو فيز بالكارديك سايكل، السيستولز اللي هي انه تقلص القلب، والدايستول الانبساط. فبالسيستول هو عباره عن كونتراكشن فيز، بوث الفنتريكلز سيمولتينيوسلي، يعني تتقلص البطين الايسر والبطين الايمن بنفس الوقت. اما الدايستول فهو عباره عن الريلاكسيشن فيس، فاذا السيستول اللي هو كونتراكشن فيس، والدايستول هو ريلاكسيشن فيس. الكارديك سايكل واضحه، عندك الاتريال، اتريال سيستول يتبعه اتريال دايستول، وعندك الفنتريكولار سيستول يتبعه فنتريكولار دايستول. اما بالنسبه للهارت ساوند، الاصوات القلبيه، الاصوات القلبيه تتكون نتيجه كلوزنج اوف ذا فالف، من تنسد الصمامات تطلع الاصوات القلبيه. وعندنا تو مين هارت ساوند، عندنا الصوت الاول نسميه لب، لب هو عباره عن كلوزنج اوف اي في فالف، من ينسد الاي في فالف يطلع صوت لب. الصوت الثاني وهو الدب، الدب هو السكند ساوند، معناها كلوزنج اوف اورتيك فالف، من يسد الأورطة يطلع الدب. فإذا عندنا لب إلى الفيرست ساوند، سكند ساوند دب، فيصير لب دب لب دب. هذه هي الأصوات القلبية، تمثل الفيرست ساوند والسكند ساوند، كلوزر أوف أي في وكلوزنج أوف أورتيك فالف. نسمع الأصوات القلبية، نسمعها بالسماعة اللي هي ستيثوسكوب، ستيثوسكوب الطبيب يسمعها بالسماعة، ستيثوسكوب يسمعها، ومعناها انه معناها انه start and stop of the systole، فمعناها يعني له علاقه بالسيستول، بدايه السيستول ونهايه السيستول، start and stop، ونسمع هذا الصوت لب دب. نريد نسال على بعض التعريف المهمه، الاسينشال ديفينيشن، مثلا ما هو الهارت دايناميك، ما هي ديناميكيه الهارت؟ من نقول dynamics of the heart معناها movement and force generated during cardiac contraction. من نقول stroke volume معناها amount of blood pump in a single beat. لما نقول cardiac output، cardiac output معناها cardiac output معناها amount of the blood pumping each minute. فاذا لكل شيء الى الكارديك اوتبوت معناها بلاد بامبنج ايتش مينت. اما العوامل او فاكتور كنترولينج كارديك اوتبوت، ماذا التدفق اللي يطلع من القلب الكارديك اوتبوت، ما هي العوامل اللي يسيطر عليه، هذه العوامل هو بلاد فوليوم ريفلكس، اللي عندنا اوتونوميك انرفيشن معناها تتحكم بالهارت ريت and stroke volumes، كذلك عندنا الهرمونات هرمونز، فهذه عبارة factor controlling الكارديك. قلب أكو autonomic control of the heart، يعني control ذاتي، autonomic control of the heart، بمن تتحكم به، بالparasympathetic and the sympathetic. فالparasympathetic innervation معناها يسوي لنا release of acetylcholine ACH lowering heart rate and stroke volume، بينما sympathetic innervation معناها release norepinephrine and rise heart rate and stroke volume. الهارت dynamic يتحكم بالautonomic innervation of the heart، sympathetic and parasympathetic. أما الهرمون control، هرمون affecting cardiac output، فعندنا الأدرينال هرمونز، الإبينفرين and norepinephrine، يعني بالخوف تحس بالقلب يشتغل شكل، وبلما يصير عندك بالفرح او بالتهيج القلب كذلك يشتغل بشكل اخر،
فالهارت ريت اند ستروك فوليوم. الهرمونات الاخرى هي الثايرويد، ثايرويد هرمون، الغده الدرقيه، جلايكاكون. اما الجهاز العصبي المركزي سي ان اس كنترول اوف ذا هارت فهو يتحكم بالبيزك كنترول بالميديولا اوبلانجاتا اللي هو موجوده بالكاردك اكسلاريتي سنتر. فالكاردك سنتر موجود بالسي ان اس، فاي تغير او اي تلف بالسي ان اس يؤثر على الكاردك سنتر يؤدي الى توقف القلب. الى خلاصه بانه الكاردك اوتبوت الاندفاع اللي يطلع من الدم من القلب نسمي كاردك اوتبوت، هو عباره عن الاماونت كميه الدم بامبا ليفت فيندريكل اللي ينضخ من البطين الايسر بكل دقيقه. فاذا ايتش مينت يصير بامبنج اوف ذا بلاد من الليفت فيندريكل هو عباره عن الكاردك اوتبوت. بمن يصير بي ادجستمنت لحظه بلحظه باي اوتونوميك نيرفس سيستم باي الان اس هو الاوتونوميك نيرفس سيستم اند سيركيوليتوري هرمونز اللي ذكرناها ان ذا بلاد. واضح؟ فاذا الهيلثي بيرسون كان انكريز كارديك اوتبوت 3 فولد تو 5 فولد. يعني الشخص الطبيعي من يحتاج دم بالاكسرسايز او ظروف اخرى يقدر يزيد الكارديك اوتبوت الى كميه قد تصل الى 3 مرات او الى 5 مرات من الحاله الطبيعيه. هنا نكون قد انهينا محاضرتنا بالفسيولوجي اوف كارديك فاسكولار سيستم، الجزء الثاني اللي تطرقنا عليه الكوندكتنج سيستم، الهارت بيت، هارت ساوند اند كارديك اوتبوت.